رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال: لو مات هذا على حاله هذا مات على غير ملة محمد. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي، فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف قال: يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وقال في حديث آخر: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يقول: إن الرجل ليصلي 60 عاما ولا تقبل منه صلاة. فقيل له: كيف ذلك؟ فقال: لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا قيامها ولا خشوعها. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الرجل ليشيب في الإسلام ولم يكمل لله ركعة واحدة. قيل: كيف يا أمير المؤمنين؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. ويقول الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: يأتي على الناس زمان يصلون وهم لا يصلون، وإني لأتخوف أن يكون الزمان هو هذا الزمان. ويقول الإمام الغزالي رحمة الله عليه: إن الرجل ليسجد السجدة يظن أنه تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ووالله لو وزع ذنب هذه السجدة على أهل بلدته لهلكوا. فسألوه: كيف ذلك؟ فقال: يسجد برأسه بين يدي مولاه وهو منشغل باللهو والمعاصي والشهوات وحب الدنيا، فأي سجدة هذه؟ وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، فبالله عليك هل صليت مرة ركعتين فكانت قرة عينك؟ ما حالنا مع الصلاة؟ سئل حاتم الأصم رحمة الله عليه: كيف تخشع في صلاتك؟ فقال: بأن أقوم فأكبر للصلاة، وأتخيل الكعبة أمام عيني، والصراط تحت قدمي، والجنة عن يميني، والنار عن شمالي، وملك الموت ورائي، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأمل صلاتي، وأظنها آخر صلاة لي، فأكبر الله بتعظيم، وأقرأ وأتدبر وأركع بخضوع وأسجد بخضوع، وأجعل في صلاتي الخوف من الله والرجاء في رحمته، ثم أسلم ولا أدري أقبلت أم لا. يقول سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لم يكن بين إسلامنا وبين نزول هذه الآية إلا 4 سنوات، فعاتبنا الله تعالى فبكينا لقلة خشوعنا لمعاتبة الله لنا، فكنا نخرج ونعاتب بعضنا بعضا فنقول: ألم تسمع قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فيسقط الرجل منا يبكي على عتاب الله لنا. إذن ماذا عنا؟ هل شعرت أنت وأنا أن الله تعالى يعاتبك بهذه الآية؟ أما آن أن نخشع في صلاتنا؟ أرجو من إخواني نشر الموضوع جزاكم الله خيرا ليحذر به كل غافل. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو. شكرا لكم.